اروح لزميلي اشرف مبارك المتواجد الان في منطقه عين السيره، وطبعا هو هيشرح لنا التطوير الكبير الذي بيطال هذه المنطقه. الحقيقه اللي عارف المنطقه دي منطقه كانت يمكن منطقه لا تصلح انك تمر من جنبيها، اصبحت حاجه غايه في الروعه والجمال. اشرف هيخلينا نشوف التطوير الموجود هناك ان شاء الله قبل الافتتاح المزمع خلال الفتره القادمه. اتفضل يا اشرف. عمرو، تحياتي ليك، برحب بك من منطقة عين السيرة. احنا عارفين المنطقة دي كانت منطقة عشوائية جدا، يعني كان هناك بعض السكان اللي تعدوا على هذه البحيرة. كانت هذه البحيرة يتم صرف فيها بعض المخلفات وأيضا الصرف الصحي. الدولة قامت بمشروع كبير بداية من 2020، يعني منذ نحو يعني عامين قامت الدولة بتطهير تلك البحيرة، عمل بعض الزراعات، زراعة بعض النخيل، عمل بعض المناطق الترفيهية لسان داخل هذه البحيرة. المساحة هذا المشروع بتصل إلى 63 فدان، مساحة البحيرة منهم بتصل إلى 23 فدان. احنا بنتكلم على مزار سياحي وأثري وتاريخي، مية كبريتية، مكان روعة. يعني الدولة تدخلت في هذا المكان للقضاء على العشوائية والقضاء على يعني المناظر السيئة التي كانت متواجدة داخل هذا المكان. خلينا ناخد تفاصيل أكتر ونتعرف على تفاصيل هذا المشروع من المهندس محمد الدسوقي، المشرف العام على مشروع تطوير بحيرة عين السيرة. باشمهندس محمد، احنا كنا معاك امبارح في منطقة سور مجرى العيون، النهارده بحيره عين السيره دي مشاريع كبيره يعني الدوله بتنفذها ممثله في وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه. كلمنا على هذا المشروع اللي بيعيد وبيغير وجه المنطقه بشكل كامل. حضرتك عارف ان المنطقه دي كانت، البحيره دي كانت عباره كان عن منطقه مخلفات وويش، وكانت مرتع للحيوانات الضاله والحيوانات النافقه، وكان قدامي هنا المتحف القومي للحضاره. فالدوله لا تتوانى في تطوير جميع المناطق العشوائيه، فكان من ضمن تلك المناطق اللي هي يتم تطويرها هي منطقه بحيره عين السيره. منطقه بحيره عين السيره دي عشان نطورها، قبل ما نطورها كانت شبكه الصرف الصحي اللي حواليها كانت متهالكه جدا، وبعد ما فدخلت القوات المسلحه عملت تطوير احلال وتجديد لشبكه الصرف الصحي اللي موجوده هنا في المنطقه، واحنا بدانا هنا بعد كده دخلنا في تطوير بحيره عين السيره. شلنا اكتر، حضرتك شلنا اكتر من 350 الف متر مكعب مخلفات من البحيره. اول ما بدانا شغل بدانا عمليه التكريك والتطهير للبحيره، وبعد كده عملنا عمليه اعمال اللاندسكيب اللي حضرتك شايفها دي. وبالرغم من الظروف اللي مرت بها البلاد من فيروس كورونا، الا اننا اخذنا جميع الاجراءات الاحترازيه اللي كانت موجوده هنا في المشروع، وكنا شغالين على مدار 24 ساعه عشان نخلص المشروع في ميعاده. المشروع هنا عباره عن ممشى سياحي بطول 2500 متر، وبيتخللوا منطقه مطاعم، وفي مناطق جلسات حوالين الممشى السياحي لكبار السن اللي عاوز يتريض واللي عاوز يمشي في البحيره، في اماكن للمشروبات الخفيفه، في منطقه مطاعم، في مرسى قوارب، كل دوت موجود في بجانب المناطق الخضراء اللي حضرتك شايفها ديت كلها اللي حوالينا. فشوف ظهرت المكان وتطوير المكان بقى بيليق بالمتحف القومي للحضاره اللي هو فيه حضاره مصر كلها، فما كانش ينفع البحيره بالمنظر السيء اللي هي كانت فيه كانت تطل على بحيره على المتحف القومي للحضاره. بنتكلم طيب يا فندم على فين وفير هتعمل شكل جمالي، بنتكلم على منطقه خاصه بالشاي يعني، وفي في يعني في اماكن ترفيهيه كتيره، عارفين طبعا في مسرح، في مسرح يمكن داخل البحيره. بنتكلم على مناطق ترفيهيه، مش مكان مثلا اثري بس او مكان سياحه بس، لا ده في مناطق ترفيهيه اخرى. اكيد اكيد، في عندي حضرتك في عندي جزيره الشاي اللي هي اللي موجوده قدام حضرتك ديت، وفي عندي مسرح مكشوف، وفي منطقه مطاعم، وفي كيدز اريا، مناطق اللي ملاعب الاطفال موجوده هنا في المشروع. بنتكلم ايضا اللي هيجي طبعا في باركنج للسيارات، يعني كل الخدمات يعني بيتم تقديمها للزائر اللي هيجي هنا للحديقه. المشروع مصمم على اكمل وجه، بحيث ان الزائر هيجي هيخش هنا مش هيتعب، هيلاقي مكان للانتظار، هيلاقي مكان يستريح فيه، هيلاقي مطاعم، هيلاقي كافيتريات، هيلاقي ممشى سياحي يتريض، هيلاقي مرسى قوارب، في عندي نوافير مضيئه هنا بالليل، عندي خمس نوافير مضيئين في البحيره. كل ده بنعمل برضه عمليه احلال وتجديد لمية البحيرة، بنعمل مية معالجة، بنعالج مية البحيرة دلوقتي لأن كان فيها طبعا كانت اختلطت بمياه الصرف الصحي، وعملنا محطة معالجة عشان نعالج مية البحيرة عشان ترجع كما كانت.
السؤال يا فندم، يمكن هيئه المجتمعات العمرانيه قد تكون يعني ليس لها علاقه بتحديد السعر. المواطن طبعا لما يجي هيبقى عايز يعرف التذكره، هل التذكره ديت شان خاص بهيئه المجتمعات العمرانيه ولا الشركه اللي هتيجي تدير هذا المشروع؟ هتبقى في الشركه المشغله، بس غالبا هتبقى في متناول الجميع. يعني احنا بندعو الشعب المصري يجي يشوف البحيره ويشوف المجهود اللي الدوله بتبذله في تطوير جميع المناطق العشوائيه اللي موجوده في مصر. بشكر حضرتك جدا المهندس محمد دسوقي المشرف العام على مشروع تطوير بحيره عين الصين. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. عمرو، احنا شايفين المكان ده اتغير، يعني احنا لو بصينا في الخلفيه هنا هنلاقي منظر الميه يعني روعه، منظر تحفه بيسر الناظرين كما يقال. يعني احنا كنا شايفين البحيره دي كانت بيتم صرف فيها بعض المخلفات، الصرف الصحي، اشياء يعني كانت لا تسر الناظرين كما يقال. احنا بنتكلم ايضا على هذا المكان، سوف يكون هناك المشروع القومي الكبير الذي يعني طلب بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مشروع حدائق الفسطاط واللي بيصل مساحته الى 500 فدان، بيقام امتدادا لهذا المشروع بالاضافه ايضا الى مشروع تطوير منطقه سور مجرى العيون. هي اشرف العارف المنطقه هناك، المنطقه طبعا فيها تطوير كبير جدا جدا، سواء منطقة البحيرة أو جنبها متحف الحضارة أو منطقة الخيالة أو حدائق الفسطاط زي ما قال أشرف. الحقيقة المنطقة دي كلها اختلفت اختلاف كبير جدا جدا، وزي احنا شايفين الصورة الحقيقة خير عنوان وخير دليل على التطوير الكبير لهذه المنطقة اللي كانت بتشهد إهمال غير مسبوق الحقيقة، ما تقدرش تعدي منها من حتى الروائح اللي موجودة أو حتى الزيارات. لكن الواضح إن الحمد لله في تطوير كبير جدا، هتكون منطقة مش بس مصرية، لا هتكون منطقة عالمية، لأن بجوارها كمان متحف الحضارات، فالواحد يقدر يعمل زيارة ويقدر يخرج بعد كده يعمل تنزه أو حتى يتغدى في منطقة عين السيرة ومنطقة الخيالة وحدائق الفسطاط. المنطقة دي كلها الحقيقة أصبحت يعني حاجة في الروعة والجمال. بشكرك يا أشرف، شكرا جزيلا على وضعنا في الصورة، بإذن الله يكون افتتاح موافق بإذن الله خلال الفترة القادمة. بشكر زميلي أشرف مبارك المتواجد الآن في منطقة عين السيرة، شكرا جزيلا لك.